انواع الورد والعناب الورد اللي يخلي الورد ازاي يعيش كويس في البيت والكلام ده كله. انا ممكن الورد تغير له الميه كل يوم الصبح، وتقطعي منه حته صغيره كده من تحت بالمقص ويعيش معاك على طول، ده يفضل مثلا معاكي مده اطول من ما هتسيبيه يعني زي ما هو كده بالبازو. طب في ناس بتقول ان احنا ممكن نحط اسبرين. لا هو الاسبرين والحاجات دي يعني، هو انت الاحسن ان انت تغيري الميه كل يوم، تقطع من الورده حته من تحت. بس كده طبعا عشان هو بيمتص الاكسجين اللي في الاوضه، يعني فيفضل ان هو ما نباتش وفي ورد حوالينا. يعني مثلا الورديه اللي زي دي كده، ايوه دي لما بتقطع على حته من تحت ايوه انت كده بتجددي المثانه بتاعت القطعه من تحت دي، بتجدد المثانه بتاعت الورده، بتخليها تشد ميه احسن، في نفس الوقت ما تخليش الميه تعمل ريحه ولا تعمل اي حاجه من تحت. وهو الورد اصلا بيقعد مده قد ايه ويفضل برونقه؟ في على حسب الانواع، في الورد البلدي ده مثلا ايوه ممكن الورد لو هتحافظي عليها وتعنيها كويس تقعد معاكي مثلا اسبوع، ايوه في الورد دوت ممكن يقعد معاكي اسبوعين ثلاثه على ايوه حسب العنايه. ايوه طب لو انا حبيت ان انا اجفف الورد، يعني في بوكي ورد جالي وشكله حلو وانا حابه ان يتجفف، في اعمل انواع فيه تجاري كده لو جففتيها هتلاقي الورق بتاعها سقط منك، ممكن الانواع اللي زي دي اللي هو الورد اللي هو البلدي الورد البلدي، هو اللي الورد البلدي يجفف؟ نفسه هو اللي بيتجفف ده، تربطيه وتعلقيه مثلا في السقف والكلام ده، تخلي الورداية لما يعيد لك كده تخليها مايلة زي ما بنعلق الثوم. زي ما بتعلقي الثوم ايوه بالظبط كده. ومفروض بقى في شمس ولا في الاوضه؟ لا شام شمس او ظل، المهم دي كده كده طول ما انت معلقه كده ومش داخل لها ميه فهي هتنشف، هتقعد قد ايه، مده قد ايه؟ يعني مثلا اسبوعين ثلاثه وهتلاقيها نشفت، هتنشف على نفس الشكل بتاعها، هي هتبقى ملمومه شويه بس هتبقى ناشفه بنفس الشكل بتاعها، واعدله بعد كده البوكيه. هتعدليه ومش هيضر يعني، بس اهم حاجه ان محدش يخبط فيه، يعني الورد البلدي مش هو يعني ده نوع من انواع الورد اللي بتتجفف، الورد البلدي ايوه فمش هو اللي بيتجفف نفسه بيبقى في حاجه تانيه، بس ايوه يقول لك ان الورد البلدي لما بيتجفف بيبقى يديلها شكل حلو، بس ما تخبطي كده وكده يعني تخليه ثابت في مكان سيما ان محدش يجي جنبه. انا شايفه في انواع الورود عندك، ممكن تعرفها لي؟ ده هنا في كرازانتم وال في هنا الانتوري ايوه وهنا البيبي اوركيد، ده من احسن انواع الورد في العالم، ايوه في هنا البامبو السلام عليكم، وهنا الكرازانتم واظن انت قلي قلتها، ايوه وفي هنا الليليز، الليليز وده السبايدر ايوه وده قرنفل الامريكاني، قرنفل امريكاني قرنفل الامريكاني ايوه وفي عباد شمس ورا ايوه دي زهرات عباد الشمس، دي زهرات عصفور الجنة ايوه